المؤتمر السنه دي مش بيناقش فقط تصدير المقاولات والصناعات العقاريه المختلفه، ولكن بيناقش كمان تصدير مواد البناء المختلفه. والحقيقة إحنا عندنا يعني أعلى جودة في مواد البناء، سواء كانت أسمنت أو حديد أو سيراميك أو غيرها من المستلزمات الرئيسية المطلوبة في عملية البناء. وده مخصصينه الحقيقة جلسات مهمة لمناقشة المعوقات اللي بتقلل من القدرات المصرية على التصدير، وكمان مخصصينه جلسات علشان يبقى فيها مناقشة للفرص والاحتياجات الموجودة حوالينا في المنطقة العربية والدول الأفريقية المختلفة. المؤتمر ده بيدي رؤية، بيوضح للوفود كلها اللي بتيجي، لأن احنا بنجيبهم بيزوروا الأول المشاريع قبل ما بنعمل المؤتمر. لما بيزوروا المشاريع وبيتعمل لهم هذا المؤتمر، الناس بتقتنع بأن كفاءة الشركات المصرية كفاءة عالية جدا، وأنهم فعلا محتاجين هذه الشركات يعني تساعد في التنمية أو في التعمير بتاع هذه الدول.